تاتي هجني أصحاب السمو الشيوخ مع كل هذه الشعارات. أهلا بالجميع، أهلا بهذه الشعارات المشاركة. الجمهور يرحب دائما بكل ما يدور من تحدي وتنافس على أرضية هذه الميادين، بينما ميدان المرموم يزخر دائما ويحتفل بأجمل النوعيات وأفضلها وأجملها في ميادين السباق. على البركة ينطلق مشاهدينا الكرام أول الأشواط وأول المشاركات الصباحية. 4 كيلومترات سنذهب بحضراتكم سويا لمتابعة ما يدور من أحداث وتنافس وتبادل بين هذه الأسماء والمراكز. المقدمة والصدارة تتقدم الآن الشاهينية التابعة لهجن العاصفة في هذا المسار بقيادة المضمر غيات الهلالي، حيث تسير إلى أول الاندفاعات وأول المنافسات الصباحية. فأهلا وسهلا بهذا الشعار، عشاقه وجماهيره ومحبينه ينتظرون ظهوره في كل الأوقات وكل الأحيان. بينما المركز الثاني تأتي الظبي، تعود ملكيتها لهجن الظبي المملوكة لسمو الشيخ منصور بن طح نون على الهيان. بينما في عملية التضمير والتدريب يأتي المضمر محمد بن حمد بن رغش في عملية تضميرها وتدريبها. انتقل إلى المركز الثالث، الشاهينية بشعار العاصفة وهجنها تتواجد على المركز الثالث بقيادة غياث الهلالي. بينما في المركز الرابع وصولا في هذه اللحظات من خلال تواجد ليالي، تعود ملكيتها لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. بينما في التضمير مختار بن أحمد به عملية التضمير. بينما أفراح على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر والمتابع طارش بن مبارك بالقوبع. بينما في المركز السادس وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن هزيم المسافر يقدم الشاهينية. من تتواجد على المركز السادس سابعا هجن العاصفة أيضا تقدم الشاهينية بقيادة غياث الهلالي. المركز الثامن هناك وصول من قبل انتزاع لهجن سيح السلم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد بن مروش هدياتي على هذا الموقع. والمركز الآخر هنا الكايدة في لهجن سيح السلم ياتي سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير. ها هي النتيجة، ها هي مشاهدينا الكرام مساحتي وانطلاقتي هذا الشوط بالتنافس والتحدي واللقاء الجميل الذي يجمع الشعارات المتقدمة والمعروفة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى هجن الظبي. تتقدم الظبي الآن إلى المركز الأول مع هجن الظبي. هذه الظبي في المقدمة في الصدارة في ناموس هذا الشوط لسمو الشيخ منصور بن طحنون آل نهيان. يأتي في عملية التضمير محمد بن حمد بن رغاشة الوهيبي يأتي على المركز الأول. لكن هنا العاصفة وهجنها تقدم الشاهينية، الشاهينية بشعار هجن العاصفة تحتل المركز الثاني بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثالث أيضا كذلك حضور من الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يأتي على التضمير. كذلك المركز الرابع الشاهينية تتقدم هجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره الليالي لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. تتواجد في المركز الخامس المضمر مختار بن أحمد الشاهينية. في المركز السادس وتعود ملكية الاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها ويتابعها. هنا في هذه اللحظات علي بن هزيم المسافري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي مشاهدين الكرام والإصرار على الفوز والانتصار. الشاهينية سيطرت 1200 على خط النهاية. الشاهينية عادت إلى مقدمة الشوط، الشاهينية بشعار هجن العاصفة بين الظبي عادت من جديد. هجن الظبي، هجن الظبي إلى مقدمة الشوط. فالكل
الكيلو الأخير، في الكيلو الأخير الظبي، الظبي والشاهينية، الظبي والشاهينية، هجن العاصفة وهجن الظبي في منافسة وفي تحدي وإصرار على الفوز والانتصار. ما شاء الله تبارك الله، الثنائية على مقدمة هذا الشوط، أول الأشواط الصباحية، أول المنافسات، اللقاءات الودية هنا في هذه اللحظات. هجن الظبي تتقدم بتقدم الظبي إلى المركز الأول، إلى ناموس الشوط. العاصفة تتواجد على المركز الثاني، كذلك المركز الثالث الشاهينية، والشاهينية بشعار هجن العاصفة، لكن هجن الظبي مسيطرة، هجن الظبي مسيطرة يا بالرغش الوهيبي، هجن الظبي، هجن الظبي، هذه أمامكم الآن، الظبي الظبي من هجن الظبي، والشاهينية تحاول، هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن الظبي إلى مقدمة الشوط، إلى الانتصار، خط النهاية، يرحب بمن؟ يرحب بالجميع، لكن المركز الأول، لكن المركز الأول، الظبي لا زالت، الظبي لا زالت هي المسيطرة، هجن الظبي المملوك اسمه الشيخ منصور بن طحنون الهيان، لكن هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن العاصفة عادت من جديد إلى مقدمة الشوط، هجن العاصفة، هذه الشاهينية أمامكم مشاهدينا الأعزاء الأكارم، تنتزع الناموس، تنتزع الناموس، أول انطلاقات الصباح، أول تحديات الصباح، إذا لهجن العاصفة تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للشاهينية وهجن العاصفة وجماهيرها. المركز الثاني وصلت الظبي من هجن الظبي، المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية اسمه الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، المركز الخامس هذه اللي وصلت الآن في هذه اللحظات انتزاع لهجن سيح السلم. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، أول الانطلاقات، أول المواجهات في هذا اليوم وهذا الصباح، ذهب لهجن العاصفة بوجود الشاهينية على المركز الأول وبناموس هذا الشوط بستة من الدقائق، لحظات الوصول في هذه اللحظة، هجن العاصفة بست دقائق 13 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية، ثاني الهجن العاصفة وإلى المضمر غيات الهلالي، بينما اللي حلت في المركز الثاني هذه الظبي من هجن الظبي المملوكة اسمه الشيخ منصور بن طحنون آل نهيان، حيث حلت في المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره ستة من الدقائق و16 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز أو بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا أيضا للمضمر محمد بن رغش الوهيبي. المركز الثالث العاصفة وهجنها ست دقائق و17 ثانية، تهانينا لهجن العاصفة وإلى المضمر غياث الهلالي.